أحسن الله إليكم. هذا سوداني مقيم بالمملكة، الأخ محمد علي، يقول: إني رجل كبير في السن وأعاني دائما من أمراض في بطني كخروج الريح أكرمكم الله ونحو ذلك. وهذا العام ذهبت للحج، وفي أثناء طواف القدوم وفي الشوط الثالث خرج مني ريح، وما واصلت الطواف، فما الحكم الذي علي جزاكم الله خيرا؟ وواصلت الطواف. لا يجوز الطواف من المحدث، سواء كان محدثا من الأصل ولم يتوضأ، أو كان متوضئا وشرع في الطواف ثم عرض له الحدث وانتقاض الوضوء، فإن طوافه يبطل، لأن من شروط صحة الطواف أن يكون الإنسان على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر إذا أراد الطواف، وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين بعد الطواف، ولا شك أن الصلاة لا تجوز إلا بوضوء، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان متوضئا، فلا يصح الطواف إلا بطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. إذن يكون طوافه غير صحيح. من أحدث في أثناء الطواف فإنه يجب عليه الخروج من المطاف، وأن يتوضأ وأن يستأنف الطواف من جديد، كالذي يحدث في أثناء الصلاة، سواء بسواء. نعم.